ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نحن نقدم هذه الحلقة والسودان يمر بظروف خاصة، حيث دعت قوى المعارضة بكاملها المدنية والمسلحة إلى تظاهرات يوم الغد يوم 31 يناير للاحتجاج على سياسات النظام ومن أجل إسقاط النظام هذه المرة، وليس فقط ضد ميزانية الجوع والتجويع كما تسميها قوى المعارضة التي أعلن عنها النظام وبدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي. أيضا نسجل هذه الحلقة وهناك بعض التطورات على ملف السلام، حيث تمت دعبة الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو للمشاركة في جولة مفاوضات في أديس أبابا. أيضا الجبهة الثورية رفضت الذهاب إلى مؤتمر أو إلى لقاء في برلين مع الحكومة السودانية بعد، وطالبت أولا كشرط للمشاركة في هذا اللقاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون النظام. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد مني أركوم الناوي، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، وسنحاول معه في هذه العجالة أن نتطرق لكل هذه الموضوعات لنستمع إلى رأي الجبهة الثورية ولكن أيضا إلى رأي حركة تحرير السودان في كل هذه الموضوعات. سيد مني أركوم الناوي، أهلا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا. شكرا لراديو دبنجا، وشكرا برضو أشكر كل المستمعين وتحياتي لهم جميعا. طيب سيد مني، يمكن يعني الآلية الأفريقية هذه المرة وجهت دعوة إلى فصيل واحد من فصائل المعارضة هو الحركة الشعبية الشمال بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، ووجهت دعوة أيضا إلى واحدة فقط من قوى السياسية هي حزب الأمة القومي والسيد الصادق الوهدي. بداية، هل تلقيتم أنتم كجبهة ثورية وحتى كحركة تحرير السودان دعوة للمشاركة في هذه اللقاءات كما كانت العادة في السابق؟ أولا أيضا لمرة ثانية شكرا لهذا اللقاء وهذه الفرصة للتوضيح بعض النقاط الهامة بالنسبة للمستمع وخاصة أصحاب الشعب في السودان جميعا. بخصوص الدعوة والتوقيت في هذه اللحظة، في الحقيقة طبعا المسألة أكبر من الدعوات وأيضا أكبر من القضايا التي نراها بالعيون المجردة، فلذلك نحن أنا أقول من هذا المنطلق إنه هي مسألة يعني كبيرة ومحاولة تفريغ المعارضة من شحناتها قبل الوصول إلى المحطة المجموعة. فالدعوة لم تنحصر لجمال عبد العزيز أو لحركة شعبية لرئاسة جمال عبد العزيز، ولا أيضا تنحصر للسيد الإمام الصادق المهدي. الدعوة بطريقة مغلوطة قد وصلت لكل الناس، وحتى نحن محرك عبيد السودان أو كمواطنين لخارطة الطريق قد وصلتنا الدعوة بطريقة منفوقة وباللفات وليس عبر القنوات الرئيسية للحركة أو عبر القنوات الرئيسية التي من المفترض أن تأتي للجبهة الثورية وغيرها. فهذه المحاولة في الحقيقة هي محاولة لتفريغ المعارضة ولتفتيت المعارضة، ونحن لن نقبل هذه المحاولة أولا. هذا واحد. الشيء الثاني، غرض من دعوة الحركة الشعبية بقيادة جنرال عبد العزيز هو فقط يعني محاولة لضغطها للتوقيع على وقف إطلاق النار مفتوح، فهذا الوقف إطلاق النار مفتوح يعني تقييد الأيدي حركة الشعبية وتحجيم قدرة سلاح الحركة الشعبية وتخزين السلاح خازن
في وقت إنه الحكومة السودانية أيديها مطلقة وهي حرة أن تقتل وهي حرة أن تتحرك وهي حرة أن تعمل أي شيء. فهذا يعني إن المعارضة ستكون مجمدة في الثلاجات لكن الحكومة السودانية تتحرك، فهذا أمر غير مقبول. وأنا أتمنى أن يفهم أخواننا، وهم طبعا يعني حقا أصحاب المعرفة، فهم يفهمون ماذا يجري وما هي المقاصد من وراء هذه الدعوة المنفردة، لأن هنالك مسارين، مسار لدارفور ومسار لمنطقتين قبل ذلك، وكان هذين المسارين يعني في يوم من الأيام في مسارين يتنافق مع بعض، وأيضا الدعوات بتأتي في وقت محدد في وقت واحد موقت، لكن الآن تفرغت. هذا يعني إن التفريغ والتفتيت ومحاولة لتفكيك المعارضة ستأتي من هذه أو بداية من هذه الدعوة، ومن ثم الأمور بتنخضع أو تخضع إلى الأرض الواقع أو إلى ما تخلقه بعد هذه الدعوة. طيب سيد من يمكن يعني يمكن ده بقودنا لسؤال، إذا افترضنا أن خارطة الطريق قد انتهت يعني بعد نهاية الحوار الوطني، هل يعني ذلك أننا سنقود إلى تجزئة الحلول للأزمة السودانية؟ لم يعد هناك حل شامل بعد الآن؟ هذا موقف الحكومة السودانية، هذا موقف الحكومة السودانية. الحكومة السودانية هي التي يعني حاولت بأن تبطل خارطة الطريق، حاولت بأن تبطل كل المحاولات الدولية والأقليمية والمساعي التي يعني تحركت في إلى اتجاه لخلق السلام والاستقرار، وأيضا هي التي تجاوزت كل الدعوات، هي التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في اتجاه السلام. لكن للأسف الشديد الحكومة السودانية وموقفها الآن يعني العالم يحتشد في هذا الموقف الإجرامي، لأن الموقف الإجرامي الحكومة السودانية هي التي ارتكبت الجرائم وما زالت ملايين من النازحين واللاجئين في معسكرات النزوح واللجوء، وما زالت يعني ملايين ومئات الآلاف من المواطنين هم الآن مقدسين في يعني في الحقيقة في بحر الأبيض المتوسط رغبة بأن الوصول إلى أوروبا، وما زال هنالك عدد كبير جدا من المهجرين موجودين في مناطق بحر الأبيض المتوسط في أيادي العصابات المجرمة، بما في ذلك المؤتمر الوطني أياديها موجودة في داخل هذه العصابات. فكل ذلك أمور إجرامية وموجودة، والرئيس النظام مطلوب في المحكمة الدولية، لكن للأسف الاتحاد الأفريقي اليوم يتحدث عن نزع تهمة من الرئيس البشير. كيف تنفع هذه التهمة؟ تهمة التي يعني ما زال الآن أطفال تضمع، اليتام تضمع عيونهم في محاولة لإيجاد المحاكمة عادلة للمجرم الذي الآن هو موجود. المجرمين موجودين، والي الخرطوم، رئيس الجمهورية أحمد هارون، جميعهم موجودين وهم أحرار، ويذهبون إلى المنابر الدولية ويتحدثون مع الناس. العالم ترك الأخلاق والآن يتعامل مع المجرمين، فهذا هو الأمر الذي الآن الناس يتحدثوا عنه. فلذلك الموجود الآن وما يجري الآن يعني عملية أكبر من قتل خارطة الطريق، عملية محاولة لقتل الشعب السوداني كله. طيب سيد مني، يعني أنتم دعيتم لاجتماع في برلين ولكنكم اعتذرتوا واشترطتوا إطلاق سراح المعتقلين، ما هو مضمون هذا الاجتماع مع الحكومة؟ ما الذي كان يفترض أن يناقش في هذا الاجتماع؟ طبعا الاجتماع والدعوة كانت جاءت في السياق أنه دولة ألمانيا في الحقيقة حاولت بأن تحيي العملية السلمية، وكان منطلق حسن يعني بحسن النية بأن العملية السلمية لابد أن تبدأ، واستمرارا للقاءات التي تمت في باريس وتمت في برلين قبل ذلك. ونحن تجاوبنا مع هذه الدعوة في الحقيقة، لأن منطلقات وكذلك الموقف الدولة الألمانية كان موقف حسن، لكن مع التداخل فترة بتاعت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وقبلها بأيام قليلة، فالحكومة من الخوف أصبحت تعتقل كل المعارضين المدنيين، كل القوة سواء كان من الأحزاب السياسية أو قيادات المجتمع المدني أو نشطاء من الشباب والطلاب ومرأة وغيرهم. فلذلك نحن من ناحية أخلاقية
من المستحيل أن نجلس مع الحكومة بهذه الفترة حتى لا تستغل هذه الجلسات لصالحها ولجعلها أيضا خنجر لأن تطعن به أصدقاء الذين الآن هم يخضعون خارج أو وراء القضبان. طيب يا سيد مني، لكن يعني أنت الآن يعني حتى في بداية هذا الحوار حملت الحكومة المسؤولية وحملت المجتمع الدولي مسؤوليته، ولكن أين مسؤولية المعارضة المنقسمة في كل ذلك؟ المعارضة الآن تسعى وتعمل، نحن لسنا حكومة، لم نمتلك إمكانيات الحكومة، لأن الدولة في يد الحكومة بكل المواردها سواء كان البشرية أو سواء كان المادية أو اقتصادية أو غيرها في يد الحكومة، وجزء كثير من المجتمع الدولي سميته يعني مكون من الحكومات لا ليست المعارضات، المعارضات أعطت الأجنحة الضعيفة من ناحية بتاعت الإمكانيات ومن ناحية بتاعت التوفير الريسورس اللي هي الموارد، فلذلك المعارضة لم تكن يعني دائما في وضع أو في مقام أن تلام أبدا، لأن هي معارضة وليست هي حكومة، لم تمتلك شيء ولكن لديها صوت ولديها أيضا خطاب سياسي، هذا الصوت وهذا الخطاب السياسي هو قوة المعارضة، ونحن الآن صوتنا لم يصمت وخطابنا السياسي يسري في وسط المواطنين، وسوف نزيد أيضا تعبئة ضد هذه الحكومة، والحكومة ستسقط في يوم من الأيام، لكن المعارضة عادة هي في وسط المواطنين، والحكومة وخاصة الحكومة السودانية هي عدو المواطنين معروفة، الحكومة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد أهل الدارفور يعني مواطنينا، فلذلك نحن دورنا ماشي في إطار وحدة المعارضة في إطار دعم المسيرات التي تتحرك من أجل القوت ومن أجل الدواء من أجل التعليم من أجل الخدمات الأساسية، ونحن ندعم الشارع وندعم المواطن وبنمضي قدما مع المواطن ونحن نضع يدنا في زهر المواطن. يا سيدي بلاش ما تبقى خوف سيدي بلاش ما تبقى خوف أبقى الصمود ما تبقى زين أبقى الصمود ما تبقى طيب المعارضة كان يعني أعلنت في دار حزب الأمة في يوم 17 يناير عن صيغة جديدة للوحدة، وأنت خاطبت هذا اللقاء عبر الهاتف، يعني كيف يمكن أن تساهم الحركات المسلحة في دعم مثل هذا الحراك المدني السلمي؟ هي في الحقيقة نحن لسنا حركات مسلحة معزولة عن الجماهير، يعني بخطاب وبلغة بعبارات التي تقولها على الحكومة السودانية، نحن نعم حركات لكن لدينا أيادي، أيادينا اليمنى تحمل يعني أغصان غير الشوكية تطالب في السلام، وأيادينا اليسرى تحمل السلاح لغرض دفاع عن حقوقنا ودفاع عن المواطنين، فلذلك نحن حركات ونحن سياسيين جزء من هذا الجماهير وجزء من هذه الجماهير، ونحن لم نكن أجسام منعزلة
ومعزولة. ومظاهرات التي تحركت في يوم 17 كان وجود كل القوى السياسية بما في ذلك ما يسمى بالحركات مثل بالعبارة الشينة التي تقول على الحكومة السودانية موجودة، جماهير الموجودة. فالحكومة إذا هي فعلا تعتبر نفسها حكومة وحزب سياسي وعندها قوة، لماذا لم تسمح للناس جميعا أن تنزل في الجماعه في الانتخابات الحره ونزيهه؟ الواضح انه الحكومه عارفه هذه الجماهير ليست جماهير تطبع للحكومه، بقدر ما انه هم الان في فتره اكثر من 28 سنه موجودين في القوه باستغلال موارد البلد. فهذا هو الامر. فلذلك انا اقول لك في جانب بتاعه الوحده في اي صيغه نحن جاهزين، في اي صيغه التي يمكن ان تجمع المعارضه نحن جاهزين في اطار الكتل الموجودة في كتلة جبهة الثورية السودانية وأيضا في كتلة نداء السودان. ننطلق من هذه الكتل والتحالفات التي هي already موجودة، ومن ثم نبحث لوحدة مع الآخرين من المجتمع المدني وذلك الأحزاب السياسية التي هي موجودة خارج هذه الكتل وغيرها. طيب يمكن دبخل لنسألك سؤال مباشر سيد مني أركم الناوي، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، هل عادت هناك جدوى للعمل المسلح أو للكفاح المسلح بالصيغة التي كان بها في بداية الألفية؟ هي جدوى لوجود هذه القوى المسلحة لم تفرضها ظروف اقتصادية ولم تفرضها ظروف جغرافية بقدر ما هي فرضتها الحكومة السودانية، وما زالت هذا الفرق موجود في ساحة السودانية، لأن الحكومة السودانية هي التي تمتلك أكثر من 10 ميليشيات. الحكومة السودانية هي التي يعني والرئيس الجمهورية السودان، رئيس جمهورية الحركة الإسلامية، هو الذي من قال من يريد الحق في السودان عليه أن يحمل السلاح. والحكومة السودانية هي التي قتلت تظاهرة سلمية في سبتمبر 2013 أكثر من 300 طالب وطالبة وأطفال والنساء. والحكومة السودانية هي التي الآن يعني تنتقل المواطنين والمدنيين في سجون بس فقط لأنهم خرجوا لمطالبة القانونية والاحتجاجات التي قامت بها الأيام. والحكومة السودانية هي التي سحقت كل الموارد البلد، وحكومة السودانية هي التي تتكلم عن أنه لا يمكن تحقيق حق المواطن أو حق المواطنة حتى إلا بحمل السلاح. فهذه ظروف وغيرها غير مذكورة هي التي جعلت لبعض الناس تحتفظ بالسلاح، لأن الفرضية جاءت من الحكومة السودانية. الحكومة السودانية هي التي فرضت كل ذلك، والإنقاذ هي التي فرضت كل ذلك، وحتى هذه الناس تعمل الأسباب. وإذا ملاحظين والناس متابعين، عادة السودان منقسم إلى هنا وهناك والجغرافيات، لكن الواضح أنه الذين قتلوا في زالنجة كانوا هم يعني مواطنين عزل، في نيرتتة مواطنين عزل، وكذلك الذين قتلوا في كلمة في زيارة بشير بالقوة كانوا مواطنين عزل والنازحين، وقتلوا ونزحوا بواسطة السلاح. فلذلك أين الفرصة وأين المجال الذي نحن نضع السلاح ونسلم لمن هذا السلاح؟ إذا كان هذا السلاح نسلم للبشير، بشير هو نفسه جنجاوي، بشير هو نفسه قاتل، بشير هو نفسه مجرم، هو نفسه طرف أساسي في حمل السلاح، فلمن نسلم السلاح؟ طيب يا سيد مني، يعني نحن نتحدث عن ذلك، الحكومة أيضا بتواصل في خططها لتفكيك المعسكرات النازحين بالقوة يعني، وإجبار هؤلاء الضحايا على النزوح للمرة الثانية أو المرة الثالثة أو المرة الرابعة لكثيرين. كيف يمكن أن نقاوم مثل هذه الخطط يعني التي أسميها بالشريرة يعني يعني تفتيت وتكسير حياة هؤلاء مرة أخرى؟ يعني ده جريمة إنسانية كبيرة جدا وترتقي إلى جرائم الحرب، وهذه جريمة لم تقل قيمتها أقل أو لم تقل حجمها عن الجرائم التي اقترفتها الحكومة السودانية في الفترة الفاتت من الإبادة الجماعية وتطهير الإرقي. فهذا الأمر يتعلق بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة الممبر الذي أسسه شعب العالم كله لمحافظة على الأخلاق، لمراقبة الحكومات، لمراقبة الأيادي الآثمة التي تقتل المواطنين، لمراقبة استخدام السلاح،
لمراقبة استخدام القوة، لمراقبة استخدام الاقتصاد باتجاه خاطئ. لكل هذه الأمور الأمم المتحدة مسؤولة، والدول الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسؤولين مسؤولية مباشرة. ونحن حركة تحرير السودان وجبهة سورية وقوى المعارضة جميعا مسؤولين مسؤولية مباشرة، فعلينا جميعا، وأيضا أنتم ناس الإعلام مسؤولين كذلك. فلذلك علينا أن نقوم ببناء حملة حقيقية لمواجهة هذا الأمر، لأن هذه جريمة أخلاقية وجريمة إنسانية. فإذا سكتت الأمم المتحدة وسكت المجتمع الدولي، فيحق للشعب السوداني جميعا أينما كانوا أن يحمل السلاح. طيب يا سيد مني، لكن يعني احنا بنقول في الكلام ده برضو، والأمم المتحدة بتقول انه الأوضاع في دارفور أفضل، انه حملة جمع السلاح التي تقوم بها الحكومة تصير بصورة جيدة، وأنها بدأت في تخفيض قواتها في دارفور لأن الأوضاع صارت يعني وضع الحرب انتهى في دارفور، وأنه خلال عام سيخفض هذه القوة بنسبة التلت. يعني هذا التقرير ليس صحيح، ونحن أجرمناه. هذا التقرير ليس صحيح، قد تكون تقرير يعني نعم يتعلق بالأمم المتحدة، لكن تم استغلاله من بعض الموظفين، وانت عارف الموظفين والرغبات البشر والدوافع وغيرها، والوجود في الخرطوم دولة فاسدة، مسؤولين فاسدين، والموارد الدولة والاستقلال كلها يعني ما يسمى بالرشوات وغيرها. فكل هذه الأمور هي في الحقيقة مقروءة ومنظورة، لكن من وراء الحائط. فلذلك نحن هذا التقرير لا يمكن أن نقبلها لهذا التقرير، فهذا تقرير غير صادق، وهذا التقرير تقرير نعم هناك انخفاض في درجة المواجهات العسكرية بين الحكومة والمعارضة، لكن هذا لا يمكن أن ننسى أن الحكومة ذاتها تمارس نفس السياسة، سياسة تهجير القسري، سياسة قتل، سياسة اغتصاب، سياسة تغيير ديمغرافي يعني تسكين الأجانب في مناطق الآخرين، وسياسة تجويع، كل ذلك الجارية حتى ولو يعني في درجة من الانخفاض للمعارضة السلمية أو مواجهة بين المعارضة والحكومة. فلذلك هذا ليس بالنسبة لنا نحن كمواطنين، وبالنسبة لنا نحن كسياسيين السودانيين لدينا مسؤولية. هذا لا يعنينا بأن نضع السلاح، بس مجرد تقرير ورقي جاء من موظف قد لديه دوافع أخرى، لكن الواقع في الأرض هو الذي يعني يقودنا إلى مواصلة النضال. طيب يا سيد مني، في نفس هذا التقرير اتهمت الحركات المسلحة بأنها يعني تشارك في الحرب في ليبيا بدرجات متفاوتة، وأنها يعني نقلت صراعها من السودان إلى ليبيا وأصبحت جزء من الصراع في ليبيا. ما ده الجريمة ذاته، وبعدين ده الكلام اللي أقول إنه التقرير ما صادق. التقرير لو صادق اللي قال اللي أو ده كلام يعني نحن بنسمعه من الميليشيا الهمتي وبشير وأجهزة الأمن بتاعت بشير، لا يمكن أن تكتب نفس العبارات التي تقال دائما من أمن البشير ومن الميليشيات الجنجاوية التي قتلت الناس في أروقة الأمم المتحدة، في أوراق الأمم المتحدة، في تقارير الأمم المتحدة. فلذلك هذا كلام يعني كلام نحن نصفه بأنها كلام فيه ما عنده أي معنى. هذا الجانب. الجانب الآخر يا أخي، إذا كان الشخص شخصية بالنسبة للحكومة السودانية شخصية مرموقة العنصرية الكبيرة التي فصلت السودان هي شخصية الطيب مصطفى بكامل قدره وجلالته، التي يعني هو يتقلق بنسبته الدموية من الرئيس الجمهورية بكلامه هو إنه هو خال الرئاسي. فكل ذلك هو قال الذين اعتقلوا وعذبوا واقتطفوا في ليبيا من الأبرياء من أبناء الدارفور، أبرياء من أبناء الدارفور، فهو قال هؤلاء ينتمون للحركات المسلحة، والأمن الجهاز الأمن قال أيضا هؤلاء ينتمون للجهاد لحركات المسلحة. فهم بيفتكروا حتى اللاجئين الموجودين في أوروبا واللاجئين الآن يموتون في بحر الأبيض المتوسط، فكل الذي ينتمي للغرب
من ناحية العنصرية بتاعت الحكومة المؤتمر الوطني وخاصة الإنقاذ، فهم بيعتبروا إنه دير كلهم حركات مسلحة، سواء كان بيحبوا حركات ما بيحبوا حركات. لكن حتى الجنجويت الآن بقيادة الحميدتي في حوالي الخرطوم هم بيفتكروا دير حركات مسلحة، بس فقط بمجرد بعض المبالغ، لأنهم رقاق، بمجرد بعض المبالغ هم يحرصون لمصالحهم، لكن هم يعتبرون حركات المسلحة. فده كلام واضح والموجود، وهذه العنصرية إذا لم نقلها الآن سوف تنتقل إلى حكومات مع بعض الإنقاذ. فلذلك المنطلق كلها منطلق عنصري، وأيضا قد الأيادي والأنامل التي كتبت هذا التقرير الأممي قد يكون هناك دافع وأيضا شخص من وراه هذا التقرير، وقد يكون ناس الخارجية أسهموا وساهموا في ذلك، وعلى الأمم المتحدة أن يغير مواطنين، أن يغير الموظفين في السودان. طيب سؤال يعني أخير سيد مني أركم الناوي، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، هناك دعوة لحراك جماهيري من قوى المعارضة ومدعومة بصورة واسعة أيضا من كل الحركات السياسية في كل أنحاء السودان سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، لحراك جماهيري واسع يوم الأربعاء 31. ما هي الرسالة التي تقولها للشعب السوداني بهذه المناسبة، وماذا تطلب من السودانيين في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة أيضا؟ هذا الحراك طبعا في الحقيقة حراك لا يمكن أن توقفها الحكومة السودانية خالص. الحكومة السودانية لم تتمكن بأن توقف هذا الحراك مهما كان الأمور، لأن الحراك هو حراك جماهيري، ومن ورائه جوع، ومن ورائه أيضا يعني مطالبة بمعاش المواطنين، ومن وراء هذا الحراك والدوافع هذا الحراك بحث عن الدواء والعلاج وكذلك التعليم، وأيضا يعني كل الأساسيات الحياة بما في ذلك الأمن. فلذلك هذا الحراك جماهيري، هذا الحراك نابع من قلب الشعب، نابع من معاناة الشعب، نابع من الواقع المزري الذي خلقته الإنقاذ. فلذلك نحن نضيف لهذا الحراك كل القوة وكل الجماهير كحركة تحرير السودان، جماهير الجبهة الثورية السودانية، جماهير الشعب السوداني جميعا، عليهم أن يدعموا هذا الحراك لاستخلاص البلد من هذه الإنقاذ المجرمة. ونحن دائما في المقدمة، شبابنا في المقدمة، طلابنا في المقدمة، وجماهيرنا دائما في المقدمة، والحراك الذي يعني دائما يحافظ في داخل الخرطوم وفي شوارع الخرطوم من الجماهير الحركات المسلحة وجماهير الحركة تحرير السودان ومن طلاب السلمة، دائما أكبر من أي حراك موجود، ودائما أكبر من أي عمل الذي يعني ممكن الناس يتكلموا عنه، ودائما أكبر من أي مزايدات موجودة في السودان. فلذلك نحن بندفع بجماهيرنا وبندفع بكل طاقاتنا، ونطالب بعضويتنا بأن تشارك بطريقة منظمة وبطريقة سلمية لهذا الحراك، بغرض إظهار مطالب الشعب وبغرض استخلاص هذا البلد من هذه المشكلة الكبيرة فهي إنقاذ. السيد مني أركو مناوي رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، لك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا. شكرا جزيلا. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع السيد مني أركو مناوي رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان على موقع راديو دبنجا، على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة. الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة. ملفات سودانية. هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 1997. برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي. لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي. ملفات سودانية.